فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. الله وصف اختلاف النصارى، اختلاف النصارى فيما بينهم، فقال سبحانه وتعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. فالله جل وعلا توعدهم، لأن المفروض أن لا يختلفوا وأن لا يتفرقوا وأن يتبعوا الأنبياء ويتركوا الخلاف والفرقة فيما بينهم، لأن الدافع لهذا الافتراق ليس هو البحث عن الحق، وإنما هو اتباع الأهواء والرغبات. فالله ذم على هذا وتوعد عليه. ومن أقرب العقوبات وأشدها أن الله أغرى بعضهم ببعض بالعداوة، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لا ينتهي هذا، ليس في يوم أو في شهر أو في سنة، وإنما يستمر ما استمر هذا الاختلاف وهذا التنازع الذي ليس له أساس إلا الهوى واتباع الرغبات. فهذا لا ينتهي إلا بالتوبة إلى الله، ولكن صاحب الهوى قل أن يتوب وقل أن يرجع إلى الصواب، لأنه لم يترك الحق عن جهل حتى يرجع إليه إذا تبين له، وإنما الحق متبين له من الأول لكنه لا يريده، وإنما يريد اتباع هواه، فلذلك لا يرجع إلى الصواب، ولذلك يستمر الخلاف بين النصارى إلى يوم القيامة. ولا يزال الآن، الواقع الآن يشهد لهذا. النصارى الآن مختلفون، الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت مختلفون ومتناحرون فيما بينهم، مع أن المفروض أن لا يختلفوا، أن يجتمعوا على كتابهم، وفي النهاية أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الرسل والذي أمروا باتباعه والدخول في دينه، لكنهم اتبعوا أهواءهم. فالله جل وعلا ذم النصارى على هذا.